مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. طلاب الصف الثاني عشر، نكمل مع بعض الدروس المصورة. الوحدة الرابعة، تنظيم الهرموني في النباتات. اليوم إن شاء الله نتحدث على نموذج تحويل الإشارة ونموذج التواصل بين الخلايا. مطلوب على الطالب أن تقارن بين مراحل المسار عمل الهرمونات داخل الخلايا، تقارن بين تأثير وأماكن إنتاج بعض الهرمونات النباتية. علمنا في الحصة السابقة أن الخلايا النباتية تحتوي على مستقبلات للهرمونات، وهذه المستقبلات هي متخصصة فتستطيع الارتباط بنوع واحد من المنظمات أو الهرمونات النباتية. طيب، ماذا يحدث بعد ارتباط الهرمون بالمستقبلات؟ نجد عزيزي الطالب أن الهرمون لا يؤثر إلا على سطح الخلية النباتية بالارتباط مع المستقبل، ولا ينتقل إلى داخل الخلايا النباتية. فنجد أن هذه المستقبلات موجودة على الأغشية البلازمية للخلايا وليس الجذور الخلوية. بمجرد ارتباط الهرمون بالمستقبل الخاص به على سطح الخلايا، يؤدي ذلك إلى تغير شكل المستقبل ويؤدي لإنتاج إشارة كيميائية. هذه الإشارة هي مادة كيميائية تنتقل إلى السيتوسول، فبذلك يتم أول خطوة وهي الاستقبال والارتباط. بعد حدوث الاستقبال والارتباط وتولد الإشارة، المرحلة الثانية تبدأ وهي مرحلة نقل وتضخيم الإشارة. قد تنقل الإشارة عن طريق تكوين بروتينات وسيطة، فيتم ما يعرف عملية تحويل الإشارة وهي المرحلة B، تحتوي على نقل أو تضخيم. النقل هو تكوين بروتينات وسيطة تؤدي في النهاية إلى حدوث استجابة من الخلية النباتية. في بعض الأحيان تكون الإشارة المتولدة من المستقبل نتيجة ارتباط الهرمون به هي إشارة ضعيفة تحتاج إلى تضخيم. هذا التضخيم يتم عن طريق البروتينات الوسيطة، تكوين سلسلة من البروتينات الوسيطة ليزيد من قوة هذه الإشارة، وتسمى هذه بعملية التضخيم. يؤدي ذلك في النهاية إلى حدوث الاستجابة. الاستجابة هو تغير يحصل في العمليات الفسيولوجية في النبات، مثل إحداث أو تنشيط تفاعل معين، التأثير على بعض الإنزيمات مثلا، ثانيا التأثير على الهيكل الخلوي مما يغير من شكل وقد يؤدي لحركة الخلية، ثالثا قد يحفز جين معين لإنتاج بروتين ما داخل الخلية، وهذه هي بعض أمثال على الاستجابة. نقارن بين الخطوات الثلاثة، الاستقبال والارتباط. يرتبط مولد الإشارة بمستقبل بروتيني مخصص له على سطح الغشاء الخلوي، مما يؤدي لتغيير شكل هذا البروتين. عملية التحويل تشتمل على النقل، يرسل بروتين المستقبل إشارة كيميائية إلى بروتينات أخرى في السيتوسول، وقد تقبل الرسالة أو ترفض، وهذا في بعد الارتباط. يبقى الخلية لا ترفض الهرمون ولكن قد ترفض الإشارة الناتجة من عملية الاستقبال والارتباط، ولا يحدث النقل. وإذا حدث النقل قد يحدث عملية تضخيم إذا كانت الإشارة الناتجة من عملية الاستقبال والارتباط ضعيفة، يتم تحويلها باستخدام بروتينات وسيطة لتضخيم الإشارة ونقلها إلى مزيد من البروتينات في عملية تحويل الإشارة. يؤدي ذلك في النهاية إلى حدوث الاستجابة، والاستجابة هي تغير في العمليات الحيوية التي تحدث في تعرف على بعض الهرمونات النباتية ووظائفها. لكن أولا نريد أن نتحدث عن آليات نقل الهرمونات في النباتات. هذه الآليات إما الانتشار
أو النقل النشط بين الخلايا وبعضها أو في عصارة الخشب أو الإيه أو اللوح. ملحوظة: يمكن تحريض الاستجابات النباتية بواسطة هرمون واحد أو مزيج من الهرمونات مع مواد كيميائية أخرى، وسنتعرف في الجدول التالي على بعض هذه الهرمونات ومنظمات النمو. أولا الأوكسينات، الوظائف الرئيسية تنشيط تكوين الجذور والبراعم، تميز النسيج المرستيمي، والنسيج المرستيمي كما قلنا هو النسيج الذي يستطيع الانقسام بصورة مستمرة في النبات، ويوجد فيه القمم النامية في الجذور والساق وكذلك البراعم. هل يؤدي الأوكسين إلى تحويله إلى أنسجة متخصصة مثل الخشب واللحاء والأنسجة الواعية؟ تنظيم تطور الثمار، تكوين الثمار ونضجها، تحفيز استطالة جدار الخلية، تثبيط التفرع الجانبي، سنتعرف عليه بالتفصيل. أين يوجد أو ينتج نسيج المرستيمي للقمم النامية، الجذر والساق، الثمار والبذور في مراحل حمض الأبسيسك ABA؟ الوظائف الرئيسية: التحفيز على سكون البذور، التحفيز على إغلاق الثغور وقت الجفاف مما يؤدي لتساقط الأوراق، تثبيط الإنبات المبكر والنمو في الشتاء. وهذا يفرز في جميع الخلايا النباتية، من المحتمل أن ينقل في الخشب واللحاء. السيتوكينين: تنشيط نمو البراعم الجانبية، نجد أنه عكس الأوكسين، تنظيم انقسام الخلايا في الجذور والسقان، تحفيز انبات البذور، ونجد ان الابسيسك تحفيز سكون البذور، اما السيتوكين معاكس، يبقى هما مناهضين لبعض. ينتج في الجذور ثم ينتقل الساق والاوراق. مواد عضوية مثل الايثيلين، زيادة معدل هرم الاوراق، تنشيط نضج الثمار، التحريض على تساقط الاوراق، تنشيط تكوين الجذور والشعيرات الجذرية، أين يوجد في معظم أنسجة النباتات. الجبريلينات، تنشيط تكوين حبوب اللقاح ونمو أنبوب اللقاح في الأزهار المخصبة، تحفيز الإنبات الذي يتطلب برودة أو تطور البذور والثمار، تحفيز استطالة الساق وتكوين الأفرع. ويفرز من الخلايا المرستيمية في القمم النامية في الساق والجذور وكذلك البذور في مرحلة التطور. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.